لنعطي أمل للأشخاص اللي عندهم نسيان، عم بحسوا بنسيان، بدنا هون ننتبه بس لشغلة، إنه شو السبب؟ السبب اللي أدى للنسيان طبي، يعني مثلاً في عنا مشكلة بلوتو بنقص بالبي 12 فور إكزامبل، حسب شو السبب الطبي هون بده يتعالج مع الحكيم المختص. في بعض الأدوية يعني الأثار الجانبية، في أوقات حتى الالتهابات بتأثر كمان على قدرة الشخص على التذكر، يعني بصير عنده مشكلة بالنسيان، على ضوءه بيبين معنا هن بيقدروا يحددوا شو السبب ويداووا السبب، وعلى ضوءه إيه بنعطي أمل أنه بتروح مشكلة النسيان. إذا نحن عم ننسى بس هذا الشيء ما عم بيأثر على مهامنا اليومية، هذا الشيء يعني ما بيخوف، يعني هذا النسيان الطبيعي. إذا بعدنا عم نقدر، إذا بدك نتعلم شيء جديد، أكتيفيتي جديدة أو ناخذ خبرة جديدة، مهارات جديدة، ما في شيء بيخوف.